معانا بقى نجم وحارس مرمى فريق الاهلي لكره اليد عبد الرحمن حميد، احد نجوم فريق كره اليد. اهلا بيك كابتن عبد الرحمن. اهلا بيك. الاخبار الاولا طبعا ببارك لكم على الفتره اللي فاتت دي وصداره الدوري، وان احنا هو الحمد لله بدانا نفرق كمان شويه، وعايزك تطمني بقى على الفريق والبعثه. انت ما كانش ليك الحظ ان انت تكون موجود معاهم، انت لسه راجع من الاصابه، لكن طبعا متابعهم يعني، وعايز اطمن عليك في الاول قبل كل شيء. طبعا اول حاجه برحب بيك. طبعا احنا الحمد لله الفرقه سافرت النهارده ووصلوا الامارات وبيتمرنوا اول تمرين اهو ان شاء الله عشان الماتش يوم السبت. انا اصبت الحمد لله لسه راجع، لعبت ماتشين مع الفرقه كده في الدوري مع الطيران وطلع الجيش وما سافرتش طبعا، عشان يعني يعني هو ديفيد فضل ان هو يخليني شويه اكتر عشان ادخل في الماتشات الجامده واحده واحده، ما العبش ماتش الزمالك على طول وكده وبس. فانا الحمد لله كويس يعني، برجع واحده واحده كده ان شاء الله، والفتره الجايه ابقى موجود يعني ان شاء الله. طيب شايف لقاء الزمالك في ماتش السوبر اللي جاي ده ازاي، خصوصا ان احنا عملنا عليهم نتيجه كويسه الماتش اللي فات وكسبناهم الاسبوع اللي فات تقريبا، شايف اللقاء ده قوته في ايه واهدافنا فيه طبعا ان احنا ناخد البطوله؟ شايف اللعيبه والمجموعه مع مستر ديفيز هيقدروا يعملوا ده ان شاء الله كالعاده يعني؟ طبعا ماتش مهم وبطوله مهمه. طبعا احنا كنا ما كسبناش البطوله السنه اللي خسرنا من الزمالك فيها، لكن الحمد لله الفتره الاخيره احنا متفوقين عليهم نفسيا يعني وفي الملعب. فبتمنى ان شاء الله الفرقه تكون مركزه والرجاله يعني تلعب ماتش احسن كمان من ماتش الدوري ونقدر نكسب ان شاء الله يعني. ان شاء الله. طيب قعدت مع الفرقه الفتره الاخيره، كنتوا بتتكلموا في ايه كمجموعه مع بعض؟ مستر ديفيد ديفيز اتكلم معاكم في امور فنيه بكل تاكيد، التهيئه النفسيه اللي هيأها لكم مستر ديفيد ديفيز للمباراه دي كانت بطريقه اكيد متدرجه من ماتش الزمالك اللي فات اللي احنا كسبناه. قول لي كده كواليس اللعيبه بينها وبين بعض كانت ايه، ومستر ديفيد ديفيز معاكم كان بيتكلم ازاي؟ احنا طبعا بنقعد مع بعض بشكل متواصل يعني مع ديفيد واحنا كلعيبه لوحدنا. طبعا احنا لسه للاسف كنا خرجنا من كاس مصر، فده بيحط علينا ضغط اكبر ان احنا ما ينفعش نخسر حاجه تاني. احنا الحمد لله في اول الموسم كسبنا بطوله افريقيا، ودلوقتي عندنا فرصه ان احنا نكسب الزمالك ونكسب كمان بطوله. فطبعا كلنا مركزين وكل اللعيبه مركزه ان احنا ان شاء الله نقدر نعمل كده علشان نبقى متفوقين عليهم حتى في الموسم، ونبقى يبقى عندنا فرصه اكبر ان احنا ان شاء الله نكسب الدوري وسوبر افريقيا وكاس الكؤوس ونعمل موسم تاريخي ان شاء الله يعني. وانا متاكد ان الرجاله يعني ان شاء الله هيعملوا ماتش كبير ونكسب ان شاء الله. ان شاء الله. طيب عايز اسالك، احنا ماتش الزمالك اللي فات كنا متقدمين بفرق كبير جدا، ولكن المباراه انتهت بفرق هدف واحد، ودايما ماتشات الزمالك بيبقى الاهلي متفوق بفرق ويجي في اخر اللقاء بيقربوا النتيجه قوي بيننا وبينهم. شايف اللقاء اللي جاي ممكن نحافظ على ان ده ما يحصلش ازاي؟ وشايف ان احنا ايه المطلوب من اللاعبين عشان نقلل ان او نوسع الفرق من بدري شويه في الماتش؟ بص، هو ماتش الاهلي والزمالك دايما يعني مقاييس تانية خالص، وبيبقى يعني حتى هو ديربي يعني، ف نادرا لما تلاقي ماتش ممكن يخلص فرق كبير، او ان حتى لو فرقه بتتفوق على فرقه او فرقه فايقة أكتر من الفرقة التانية، أو حتى فترتها يعني هي فترة كويسة والفرقة التانية واقعة، الموضوع مش بيبقى كده خالص. ممكن حتى إحنا في أوحش حالاتنا كنا دايما الماتش بيبقى في الملعب يخلص تعادل، يكسبونا في آخر ثانية، نكسبهم في آخر ثانية، فهي مش بتبقى كده خالص. هو الفريق بينزل مركز من الأول وبيبدأ مركز في الفترات المهمة في الماتش ويقدر يحسم الماتش، هو اللي بيتفوق في الآخر. طبعا أنا شايف إن إحنا إن شاء الله أجهز وإن إحنا أحسن، بس زي ما بقول لك ماتش الاهلي والزمالك ده دايما بيبقى ماتش لوحده، ماتش مختلف. فبتمنى ان شاء الله يعني ربنا يكرم كده ونبقى فايقين وان شاء الله نخلص الماتش يعني على طول. ان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا. طيب متوقع ايه من جمهور النادي الاهلي في الامارات والماتش في ملعب الفجيره، ورسالتك لجمهور النادي الاهلي هناك ايه؟ لا طبعا، بص طبعا يعني انا الجمهور ده بالنسبه لي انا كشخص يعني بجد حاجه كبيره جدا، حاجه يعني هو الدعم الاول لينا في اي حاجه، هو زي ما يعني الناس دي اكتر ناس سبقت على فريق الهندسة اليد يعني، وهم اكتر ناس سندتنا واكتر ناس وقفت معانا. ف يعني اقل حاجه نقدر نقدمها لهم ان احنا نعوضهم ونكسب ان شاء الله البطولات اللي جايه.
وبتمنى ان هم يعني يملوا الملعب ان شاء الله الفتره دي، يعني الماتش الجاي طبعا بالذات، ويقدروا يساعدونا ان شاء الله ان احنا نحقق حاجه كويسه. طيب رسالتك بقى لفرقتك ودعمك ليهم من خلال مكالمتك ليهم اكيد النهارده على شاشه قناه النادي الاهلي، او كمان قلت لهم ايه وهم مسافرين قبل ما يسافروا يعني؟ لا، قلت لهم ان احنا ما ينفعش نخسر، وان احنا احسن، وان احنا احسن فريق دلوقتي موجود في مصر وفي افريقيا، وان انا كان نفسي طبعا ابقى معاهم، ونفسي اشارك، ونفسي يبقى ليا دور. فقلت لهم اقل حاجه يعني يقدموها لي انا، ان احنا ان شاء الله نحقق بطوله السوبر عشان يبقى موسم كويس لينا كلنا ان شاء الله. انا بشكرك طبعا، نجم فريق كره اليد وحارس من الحراس الموهوبين جدا جدا يعني في تاريخ النادي الاهلي في كره اليد، وواحد من الاسماء اللامعه. بشكرك على وجودك معانا، وحقيقي كانت مكالمه اضافت كتير قبل مباراه مهمه يوم السبت. ان شاء الله كل التوفيق لفريق كره اليد ومستر ديفيد ديفيد.